صباح الخير، يا رب تكونوا دايما بخير. كبسولة النهاردة عن تاني نوع من الخطر الصامت، مرض ارتفاع ضغط الدم. تخيل ان القلب بيضخ دم عشان يدي لجميع اعضاء الجسم ويغذيه بالدم المليان اكسجين. القلب بيضخ وفي شيء عمال يقاومه، اللي بيقاومه هو ارتفاع الضغط في الشرايين. بعد فترة عضلة القلب هتتضخم. تخيل ان انت ماسك آلة بتقوي بيها عضلات ايدك، بعد فترة عضلات ايدك هتتضخم. اذا هذا المرض الصامت اللي ما بيوجعش، اللي جرت العادة انه دايما بيجي من ضمن اعراضه الصداع وضيق النفس والنهجان وزغللة العين، ممكن كل الأعراض دي ما تجيش وتكتشف صدفة وانت رايح عشان تعالج انفلونزا مثلا ان انت عندك ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ملوش سبب حقيقي، الوراثة ليها دور، السمنة ليها دور، اكل الاملاح الكتير ليه دور، بعض الادوية اللي فيها كورتيزون وبتحتفظ بالمية والاملاح في الجسم ليها دور، بعض امراض الكلى ليها دور، اشياء كتيرة جدا، لكن الحقيقة مفيش سبب صريح لارتفاع ضغط الدم. التوتر طبعا دايما بنحطه، التوتر المزمن المستمر. ما تسيبش عضلة قلبك تتضخم نتيجة ارتفاع ضغط الدم لسنين طويلة، ناهيك على انه هيأثر على الكلى وعلى الشرايين وعلى اعضاء الجسم كلها. حباية هتاخدها تظبط الضغط. الجيل الجديد من الأدوية إذا كان ضغطك عالي بيظبطه، إذا كان مظبوط بيسيبه مظبوط، نادرا ما هيجيلك هبوط مع الجيل الجديد من الأدوية طالما أنت محتاجها. اللي ينفعك في أدوية الضغط ممكن ما ينفعش غيرك. أدوية الضغط شبهها زي السكر، نظرك ضعيف لبست نظارة مش هتبطل تبص. أدوية الضغط أنواع كتيرة جدا، منها القديم اللي نتائجه ممتازة ومنها الجديد اللي برضه نتائجه ممتازة بأعراض جانبية أقل. ما تسيبش ضغط الدم دايما مرتفع معاك، اعمل رياضة عشان وزنك ينزل، لو كان وزنك كتير ما تاخدش كورتيزون بكميات كبيرة إلا لو في سبب. أي سبب يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم زي أمراض الكلى، أمراض الشرايين، أمراض السكر، أمراض الدهون والكوليسترول اللي بتؤدي إلى تصلب الشرايين، عالجها بسرعة وما تسيبهاش. زور طبيبك وعالج مرض الضغط، حتى لو أنت قست صدفة وما أنتش حاسس بأعراض زي الصداع أو ضيق النفس أو الخفقان أو زغللة العين، روح للدكتور وما تستتقلهاش على نفسك وتعتبر ان انا يا بقى عندي ضغط. لا، عادي جدا، كل زمن وليه امراضه وما تسيبش الضغط يأثر عليك. زور طبيبك في عيادته او كلمني على تطبيق دراب، هسمعك، هديلك علاج، هنصحك بنظام غذائي، مش هتتحرم من اي حاجة، هكتب لك روشتة معتمدة تقدر تصرفها من اي حتة في العالم، هسيب لك لينك تطبيق دراب على الكومنتات وعلى وصف الفيديو، تقدر تدخل وتحجز ميعاد مع دكتورك وهتجد كل خير إن شاء الله. بتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة، وأشوفكم دايما على خير، وسلام عليكم.